صباح الخير والحب والعمل، واهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج نظرات. ونظرتنا النهارده مختلفه، نظره ممكن مقلقه لكتير من الناس، هي نظره الاخطاء والاخفاقات اللي بنمر بيها، ازاي بنواجهها وازاي كمان بنقدم حلول. هتكون معايا انا ومشرفانا للمره الثانيه الاستاذه رقيه عامر، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذه نيلي، واهلا بكل الساده المشاهدين. دايما تشرفينا بالبرنامج وتصرينا بالمعلومات بتاعت حضرتك. ليك. شكرا. اهلا بحضرتك معانا النهارده في نظره مختلفه شويه، والنظره برضو بعد سن ال 40. جميل. من الحاجات اللي بتستوقفنا هي اخطائنا اللي قبل كده. اخطائنا اللي قبل كده احنا كاتبين ازاي نبص على اخطائنا اللي قبل كده وازاي كمان نقدم ليها حلول. من خلال حضرتك كلايف كوتشنج قولي لي ازاي ان احنا نبص على الاخطاء. جميل. شوفي، مفيش حد فينا على وجه الارض ما عندهوش صندوق في ذكرياته، في حاجات مؤلمه في حياته. مفيش حد فينا ما عندهوش حاجه مزعلاه، مفيش حد فينا ما عندهوش ماضي. كلنا بلا استثناء مرينا بتجارب صعبه جدا في حياتنا، منها اللي علمت فينا قوي قوي، ومنها اللي عدت علينا مرور الكرام. لكن بيفرق الناس عن بعضها. في شخص يقع في الازمه ممكن شهرين ثلاثه، وطبق العلم النفسي ان احنا الازمات عندنا يا اما 3 شهور او 6 شهور او سنه، وده لو استمرت بعد سنه هيحتاج ان هو ياخد علاج. وفي شخص تاني بيفوق لنفسه بسرعه، بيعرف يتعلم الاخطاء، بيعرف الحكمه بسرعه، بيعرف يرضى ويتقبل الظروف اللي حصلت، بيعرف يستسلم للواقع. تمام. الحزن مهما كان والاخطاء مهما كبرت فهي مش هتغير اي شيء، ومش هتغير الواقع، وانت مش هتغير اي شيء بالواقع بحزنك وحسرتك عليها. ما نبقاش زي الناس اللي بالظبط عامله زي ان هي ماشيه في طريق وربط نفسها في شجره، وعماله تجر في نفسها وتمشي في طريق، بس في الحقيقه هي واقفه في مكانها. فيا ريت ما نبقاش زي الناس ديت. مظبوط. نفك نفسنا من الشجره ونتحرر ونتعلم من اخطائنا في الماضي علشان نعرف نكمل في حياتنا. واول وسائل التعلم من الاخطاء اللي في الماضي الاعتراف بيه، صح؟ صحيح. ان احنا نعترف بالخطا شيء كويس، بس الاجمل منه ان احنا نتقبله. في ناس كتير جدا ما بتبقاش متقبله ان هي غلطت. ازاي انا اغلط؟ صحيح. ازاي انا اعمل الكارثه دي؟ ازاي انا اقول الكلمه دي؟ ازاي انا اقع في الموقف ده؟ هو مش متقبل الخطا اللي حصل في حياته. لكن سبحان الله، يعني هو الخطا اللي بيحصل ده هو بينقذه من حاجات تانية في حياته، وفي نفس الوقت بيرفع وعيه وبيخليه اكثر خبره واكثر وعي في المستقبل، في مواقف تانية هتقابله في الحياه. في تشبيه، لكن في ناس ما بتبقاش فاهمه ده على فكره، يعني هي بتبقى عايزه تقف عند الموقف ده وتفهم هو ليه حصل كده. وتفضل تسال يا ربي هو ليه عملت فيا كده. تمام. في ناس بتوصل لمرحله نفسيه سيئه، بصنفه ان هو لوم، لوم وجلد ذات. وده بيوصلنا فعلا لمشاكل نفسيه كبيره بعد كده. عشان كده دلوقتي احنا هنتكلم على حاجه تانية. انا وقفت اعترفت بغلطي واقريت ان ده كان غلط. فانا مشبهه تشبيه بسيط جدا، مرايه العربيه اللي في النص، انا ببص بس في النص عشان اطمن ايه اللي جاي من ورا. صحيح. فانا ببص على الاخطاء اللي ورا دي مجرد نظره عشان اتعلم منها للي جاي. صح. هو ده المفروض النظره الايجابيه اللي احنا نشوف بيها الماضي بتاعنا علشان نقدر نبص للمستقبل بشكل ايجابي ونتفادى اي حوادث ممكن تحصل لنا في المستقبل. مظبوط. صحيح. طيب الاخطاء دي ممكن تودينا عند نظره تانية، نظره قلق. ده صحيح؟ صحيح. ازاي بقى لو انا يعني انا ما قدرتش اتخطى الاخطاء بتاعتي بالطريقه الصح، او باللي احنا بنتكلم فيه واللي بنكتبه ان احنا الاخطاء بتمر بينا مرور الكرام، هنعدي بيها، هناخد منها السلبيات مالناش دعوه بيها، هناخد منها المكتسبات اللي قدرنا ان احنا نحققها منها عشان ما نكررهاش. طيب احنا ما قدرناش نمر بده وبقى عندنا قلق وهاجس من الاخطاء ان احنا نقع فيها تاني، ازاي نتجنب القلق او الوسواس؟ طيب. النفسي اللي هو بنسميه. خلينا نفهم الناس الاول احنا ازاي بنقع في حاجه زي كده، لان الموضوع ده شائع جدا جدا وناس كتير قوي مصابه بيه. يعني احنا بيجي لنا عدد مهول ناس عندها اضطرابات قلق. اضطرابات القلق اللي هي انت تبقى على طول متوقع الأسوأ، حاسس ان في حاجه هتحصل لك، متشائم، نظرتك للحياه سوداويه، نظره رماديه لكل شيء. لو جرز الباب رن، اللي هيحصل لي مصيبه وفي حد هيجي يقول لي خبر وحش. لو رنت التليفون رنت، ده حد هيقول لي خبر مش كويس. لو احنا رايحين مكان، لا ده انا هعمل حادثه وهيجرى لي كذا. نظره سوداويه، في ناس كده فعلا عايشه التفكير السوداوي ده، منزله الستاره السوداء على حياتها، مش شايفه بكره، مش شايفه نور نهائيا. التفكير اللي من النوع ده احنا بنسميه التفكير الرمادي. صحيح. بيبقى عامل زي بالظبط الفحمه
اللي بتبقى حضرتك مثلا عارفه فحم ليه القوالب دي، لما بتتفحم تماما مش بتفضل محافظه على شكلها من هي بره؟ من بره شكل بس، بالظبط كده. بس لكن هي لو قربتي ليها او جه عليها شويه هواء رماد هتنهار. حطي. ده بالظبط اللي بنقول عليه الشخص الهش نفسيا. مظبوط، ده مثال يعني قريب جدا جدا من الشخص اللي هو بيبان فعلا قدام الناس هو قوي هو شخص موجود. ومتماسك، لكن لو قربتي منه من اقل قلق، من اقل توتر، من اقل ضغوط نفسيه يبتدي ينهار. طب احنا ايه اللي بيحصل لنا بعد كده لما تشبيه بنصاب؟ صعب قوي بتاع الفحمه، ايه اللي يعني بيحصل القلق لنا؟ ممكن يوصلنا للاصابه بالشكل ده، ان احنا طبعا شكل بس ما فيش خد اي. بالك، هي الهشاشه النفسيه اصلا هي اللي بتوصلنا للقلق والتوتر بعد كده، صحيح. ولما القلق والتوتر يزيد عندنا بيدخلنا بعد كده في حاله من الاكتئاب، والاكتئاب بعد كده يدخلنا في الوسواس القهري، ولما القلق يزيد بشده وما نقدرش ان احنا نعالجه بيدخلنا في حاجه تانية اسمها نوبات الهلع، ودي منتشره بشكل رهيب جدا، اللي هو الشخص يبتدي يحس ان هو روحه بتتسحب منه، يحس ان هو بيموت، يقول لك انا حاسس طول الوقت ان انا هموت، يبتدي يجيله سحبه من رجليه لحد فوق كده جسمه، ويحس انه فعلا في اللحظه دي روحه بتطلع، ويبتدي يتشاهد كمان، يدوخ، يتوتر، ممكن في ناس بيوصل من لاغماءات. ضمن الأمراض البدنية كتير بتبقى عرض لأمراض نفسية. صحيح، عايز اقول لك ان الناس المصابه بالقلق بتعمل مهاره كده اسمها الشوبينج دكتور، تفضل تروح عند كل الدكاتره تكشف، هي عايز تعرف في ايه، انا معدتي اللي وجعاني ولا دماغي ولا قلبي ولا في ايه اللي بيخليني يحصل لي الاعراض النفسيه دي. ومش بس كده، كمان بتتحول لاعراض نفس جسميه، زي مثلا تلاقي واحده شعرها بيقع، تلاقي تتحول لأمراض مثلا نفسية. وشها مصفر وفي بقع بتظهر، واحده يحصل لها اغماء بدون اي سبب، واعراض كتير جدا بتحصل لنا. جدا. فالقلق من الامراض اللي بنسميه مرض العصر، لانه منتشر بشكل كبير جدا. ازاي نتخلص منه؟ ازاي؟ طيب احنا اولا احنا ما نسيبش نفسنا نوصل للمرحله الصعبه دي بالظبط. لدرجه ان احنا ندخل في اكتئاب ووسواس والكلام ده كله. اول حاجه احنا لازم ننشر الوعي من ناحيه الموضوع ده، الناس تفهم الاعراض دي ايه، عشان لما تحصل لها نجري على طول نعمل تفريغ نفسي، ولو مش قادر تعمل تفريغ نفسي روح لحد يساعدك زي لايف كوتش او اخصائي نفسي او حتى طبيب نفسي. كمان حابه اتكلم في نقطه، يا اتفضل. ريت نغير نظرتنا من ناحيه الطبيب النفسي والعلاج والدوائي، دي لازم نظرة تتغير. لان الناس بتخاف جدا اول ما نقولها روح لطبيب نفسي، لا لا ليه، هو انا مجنونه، انا اروح، انا دي الناس تقول عليا ان انا ملوش جنون علاقة بالمجنونة، خالص هو نهائيا. ليه علاقة بالاستابيليتي نفسها، الاستقرار النفسي بتاعنا بالظبط، اللي هو بيدعم كل خطواتنا اليومية. صحيح. تمام. فمهم جدا جدا ان احنا ننشر الوعي في الوعي. الموضوع ده، علشان خاطر الناس لما تبدا تحس من البدايه خالص بالاعراض ان هي تتوجه على طول لاخصائي نفسي او حد طب يساعدها. حضرتك ممكن حاجه تقول تانية، لنا تاني الاعراض بالظبط؟ طيب لو هنتكلم على اعراض اضطرابات القلق. القلق، في حاجه عندنا اسمها قلق عام وقلق خاص. اوكي. قلق خاص ده زي مثلا حضرتك مثلا بتخافي من حاجه معينه، زي الفوبيا، شخص بيخاف ان يركب الاسانسير مثلا، فلما بيركبه مثلا بيحصل له الفوبيا، شخص بيخاف من المرتفعات، شخص بيخاف من الاماكن المغلقه، فبتحصل له الاعراض النفسيه ديت في اماكن معينه بشكل خاص، لكن هو في الحياه تمام هو عادي. زي الفل مفيش اي حاجه. اما القلق العام فشخص خايف من كل حاجه في الحياه، مرعوب طول الوقت، قلقان من كل شيء، افكاره السلبيه بتسيطر الشخص على اللي كل حضرتك شيء. اتكلمتي عنه الشخصيه الرماديه، هما الاثنين رماديين. بس ده رمادي كله توتال. بالظبط، بس ده رمادي فاتح وده غامق شويه، فنظره سوداويه للحياه بشكل قوي. عام، مش لشيء معين. لكن الاولاني هو بيخاف من حاجه محدده، لان احنا حاطين عشان مخاوفه كده في سميناه الفعل. قلق خاص. بالظبط. لكن التاني هو شايف الحياه كلها سوده، وان الحياه هتنتهي، وان ما فيش امل في الحياه، وانا يائس وبائس وما عندوش شغف في الحياه. زي ما قلت في البدايه ان هو بيتوقع الاسوأ لكل شيء، وبينتظر صحيح. الاسوأ، وبيبقى قاعد طول الوقت كده في حاله هو توجس. مهيئ مهيئ. للسواد. بالظبط كده، وبالتالي هو ما بيشوفش اي حاجه حلوه في حياته. بالظبط. خليني اقول لك ازاي نخرج من الحاله دي. زي ما قلنا في الاول الوعي مهم جدا جدا ان احنا ننشره. ثانيا نعمل تفريغ نفسي. التفريغ النفسي ليه وسائل عندنا. اول حاجه الكتابه، زي ما اتكلمنا قبل كده في حلقه سابقه، في حلقة الكتابه كده. مهمه جدا جدا، والقراءه برضو مهمه جدا، لان هي بترفع الوعي. وليه حقيقة. بترفع الوعي او ليه بتعمل تفريغ نفسي؟ لان من ضمن قوانين العقل اللاواعي ان عقلك كل ما تدي له معلومات جديده بيبتدي يزيح لك المعلومات القديمه القديمه، اللي هو ملهاش لازمه. هيرميها خلاص بالظبط، بعيد. فيبتدي ان احنا يسيطر علينا التفكير الايجابي بدل ما كان مسيطر مظبوط. علينا التفكير السلبي. مظبوط. وبرده طبقا لعلم البرمجه اللغويه العصبيه، تكرار اي معلومه عندنا بيتكون بيثبتها في لنا، الذاكره. بالظبط، بيتكون لنا ذاكره. معتقد او بيتكون لنا افكار جديده، وبالتالي بتاثر على شعورنا ومزاجنا اليومي. تمام. يبقى ده من ضمن بنود العلاج بالظبط. للقلق. الحاجه الثالثه ممارسه الرياضه طبعا لا غنى عنها
عنها لان هي بتخلي الجسم يفرز هرمونات معينه بتساعد الانسان يتخلص من التوتر والقلق والاجهاد اليومي بشكل عام. مهم جدا برضو ان احنا نتكلم مع ناس متخصصه، يعني احنا لو عجزنا ان احنا نعمل كل ده نتكلم مع ناس متخصصه او حد قريب مننا يفهمنا ونفهمه، مجرد ان احنا نطلع المشكله اللي جوانا. يا فندم بقى معلش هطرح على حضرتك سؤال، المشكله لما بنتكلم ان احنا نتكلم مع حد قريب مننا يكون فاهمنا وفاهمينه، ممكن بتروح لحد ليست ذو خبره فبيوديك مش اهل بالثقه أكتر. احيانا مش أهل برضه. لا هو ممكن بالنسبه للشخص واهل للثقه، بس هو ما عندوش الخبره في الموضوع. شوفي ده هو انا هدفي فالنصيحه من دايما يا فندم بعد اذنك ان انت لو بتطلب نصيحه من حد يبقى في مجاله. صحيح. يعني حضرتك متخصصه في حاجه معينه، انا هاجي اسالك في الحاجه دي حتى لو حضرتك اختي واقرب الناس ليا، ما اروحش اسال يعني حد تاني غير متخصص في الموضوع عشان هو ممكن يوديني لطريق غلط. صحيح. فده اللي كنت صح. عايزه انوه ليه في الكلام. صحيح كلامك صحيح. بتبقى في امور معينه، لكن في حاجات ما يعني ما بتستدعيش ان احنا نروح لطبيب نفسي. فلكن احنا مجرد ان احنا عايزين نطلع اللي جوانا وبس. يعني حضرتك هنا بتقولي بس ان انا اطلعه. طلع اللي جواك بحيث ان انت ونفضي الشنطه. بالظبط كده، زي ما قلنا في الكتابه بالظبط، ان احنا كل ما نكتب احنا بنعمل تفريغ للعقل للورق، نعمل اسقاط نفسي. دي حيله من الحيل النفسيه. بس ما نستناش النصيحه بس من ليست ذو خبره او ليست الاهل لها. صحيح. صح كده؟ اكيد. طيب اتكلمنا عن النظره للاخطاء والاخفاقات واتكلمنا ازاي بنعالجها، طب ازاي بقى احنا بنبص كنظره سوليوشن، احنا اللي بنقدم حلول، احنا نكون في موقف بنتعرض لحاجات كتير يوميه وبنتعرض لحاجات كتير كمان بعد المرحله العمريه اللي وصلنا ليها دي، عايزين احنا بقى نبقى خدنا البوزيشن بتاع الناس اللي هي بتقدم حلول، ازاي نوصل طيب للمركز ده؟ طبيب الاسنان لما بيوجعه ضرس او بيكون عايز يخلق او يحشي ضرس مش بيقدر يعمله لنفسه، مش بيقدر يدي لنفسه البنج ويبتدي يخلق لنفسه، لكن هو بيروح لدكتور تاني يساعده. طب ايه الفرق ما بينه وما بين شخص تاني، ما بين واحد مش طبيب اصلا؟ ايه الفرق؟ ان ده عارف الطريق وده مش عارف الطريق، ده عارف يروح لمين عشان يعالجه وده مش عارف يروح لمين. فده الفرق ما بين شخص بيعرف ينقذ نفسه ويخرج نفسه بسرعه من الوجع اللي جواه وبين شخص تاني اللي مش عارف اللي هو مش عارف الطريق. بالظبط. فهنا ده الفرق ما بين الشخص اللي حضرتك بتتكلمي على نفس تقريبا النقطه. فكريني كمان مره تانية. علاج الاخطاء والاخفاقات. مهم جدا ان احنا نتعلم من اخطائنا. صحيح. تمام. صحيح. بس رحنا رحنا لحاجه ثانيه، يا نظره الحلول. أيوة. ازاي احنا نكون شخص اللي هو بيقدم الحلول قبل ما تحصل لنا مشكلة. انا فعلا لما جبت سيره الدكتور انا كان قصدي اقول لك ان ان الشخص نفسه مش شرط ان الشخص اللي بيقدم الحل هو يعالج نفسه. لازم يروح برضه لشخص تاني يساعده، لان احنا عايشين في مجتمع كلنا بنكمل بعض، مفيش حد عايش لوحده. فلو انا شخص مثلا اخصائي نفسي اهو، في ناس تيجي تسالني هو حضرتك ما بتتعبيش نفسيا؟ اكيد بتتعب. ما تزعليش، احنا بني ادمين. لكن عارفين ازاي نخرج كلنا من نفس الحاله التركيبة. دي عارفين ازاي نخرج من الحاله دي وايه اللي عندنا بالظبط، لانها الوعي عندنا بيكون مرتفع. تمام. زي طبيب الاسنان زي ما قلت لك بيروح على طول لطبيب زيه رغم ان هو نفس التخصص. ففكره انك انت اللي بتقدم الحلول وانت في نفس الوقت فكره ان انا عندي خبره وقادر اقدم حلول ازاي. لا انا فهميني الجزئيه دي، حضرتك قصدك ان انا شخص بقدم الحلول وعندي مشكله ومش لاقي حد يساعدني، ولا ازاي انا ابقى شخص بيقدم الحلول؟ ازاي اكون انا شخص عندي نظره للحلول، عندي نظره بحلول دائما؟ طيب ما ده بيرجع للخبره بتاعت حضرتك. يعني كل ما يكون عندك خبره وتجارب كتير جدا طبيعي انك تعرف تدي حلول للي قدامك. يعني احنا دلوقتي لما يجي طفل صغير عندنا يقول لنا ماما انا عندي مشكله في كذا كذا، طبعا بيكون عندك حل ليها. ليه؟ لان انت اكثر خبره واكثر وعي. يعني هنا فاحنا لازم نتعلم من تجاربنا علشان نقدر ان احنا نقدم. هو ده اللي انا عايزه اوصل ليه. يعني انا كشخص بقدم حلول انا مرت عليا تجارب والتجارب دي اتعلمت منها، فبقى عندي القدره ان انا اقترح حلول. صح كده. يبقى اهم حاجه عندنا والمبدا الثابت المتفقين عليه ان احنا لازم نتعلم من تجاربنا علشان احنا نقدر نقدم حلول فعلا. بالزبط. لغيرنا. بالظبط. وهو ده اللي انا كنت بستفسر عليه من حضرتك كلايف كوتش، ان انت ما تجيش تقدم حلول وانت ما عندكش القدره على تقديم الحلول. فعلا. مظبوط. صحيح. طيب ايه كمان نقدر نعالج بيه اخطائنا واخفاقاتنا؟ طيب التقبل زي ما قلنا قبل كده. ان مهم جدا ان احنا نتقبل الاخطاء دي وان احنا مش ملايكه. صحيح. احنا طبيعي ان احنا نغلط. والاخطاء ديت يعني حاجه فطريه، يعني حتى يعني ربنا وفي الاحاديث وفي القران برضو فيما معنى الكلام انه هو يعني الانسان لو ما اخطاش ربنا هيذهب بيك وياتي بقوم اخرين يخطئوا فيستغفرون فربنا يغفر لهم. فانت مش ملاك، فاوعى تبحث ورا المثاليه.
اخرج من المثاليه والصفات الكمال اللي انت عايز توصل لها دي في الحياه، علشان خاطر نعرف ان احنا نتعايش كبني ادمين ونتقبل اخطائنا في الحياه. لكن طول ما احنا حاطين نفسنا في قوالب وعايزين نبقى نموذجيين وعايزين نبقى مثاليين ونبقى قدوه مثاليه يحتذى بيها بشكل مبروز، ما ينفعش. لازم نتقبل اخطائنا ونخرج بره الفريم دوت، علشان كل ما هنتقبل كل ما احنا هنتعلم من اخطائنا اكتر ونقدر نفيد غيرنا بتجاربنا اللي احنا مرينا بيها ديت. مظبوط مظبوط، هو ده اللي انا عايزه اكلم حضرتك عليه. بوجه عام يا استاذه رقيه، ايه النصايح اللي نوجهها لكل، بس للستات بقى دلوقتي، عشان عارفه ان حضرتك منحازه شويه للستات في نظرتهم للقلق. هو انا مش منحازه للسيدات قوي، لكن هي المشاكل الكتير بتجينا من السيدات. لذلك انا بحب دايما ان انا اوجه لهم الكلمه، لان هي ربه المنزل، هي ملكه المنزل. فهي لو ما كانتش نفسيتها تمام وحالتها مستقره، هي هتاثر على كل اللي حواليها، ولادها وزوجها، وبالتالي يحصل مشاكل كتير. لذلك انا بنصح اي ست ان هي تنظر بوعي لحياتها، تنظر بنفسها بحكمه، تنظر لنفسها من باب ان هي بقت عندها 40 سنه. أيوة. وبدات ان هي يبقى عندها خبرات كتير جدا تقدر تفيد نفسها وتفيد غيرها. بنصح كل سيده ان هي ما تستسلمش للياس، ما تستسلمش للأحزان اللي مرت بيها والفقدان اللي فقدت بيه الناس. دايما الست لما توصل لسن 40 بتفقد ناس حواليها كتير. أكيد أكيد. وده بيأثر على الست أكتر من الرجل، بيوجعها في الحياة وبيأثروا فيها جدا وبيسببوا لها حزن عميق جدا جدا. بلاش تستمر في الحزن ده كتير، خلي الحياة تستمر، مفيش حد بيقف في مكانه أبدا. شيلي الحبل اللي رابطه بيه نفسك وخانقه بيه نفسك طول الوقت، اتحرري على قد ما تقدري، اخرجي، غيري روتين يومك، العبي رياضه، افرحي، عيشيها بسعاده عشان هي ملهاش اعاده. بالظبط. عيشي وتبسطي. بالظبط. بشكر وجود حضرتك معايا النهارده، وبتمنى ان احنا يكون لنا لقاءات ثانيه ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذه رقيه. وصلنا لاخر حلقتنا، نتمنى ان احنا نكون اسعدناكم، واستنونا في حلقه جديده.